اتحاد كرة القدم من خلال تصريحات ليست رسمية أو تصريحات بدون ذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة، تصريحاتهم أيضا بتسير في نفس اتجاه موقف النادي الأهلي. إذن الدور الإيجابي اللي ظهر خلال الساعات الماضية أن الإعلام كله سواء مرئي مكتوب مسموع بيسير في نفس الخطوات اللي بيأكد عليها النادي الأهلي، لأن الخطوات واضحة وصريحة وبتحدد مشوار وخريطة الكرة المصرية خلال الفترة القادمة، وخطوات من شأنها الارتقاء بمستوى الكرة المصرية خلال الفترة القادمة. وبالتالي جمهور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بما يكتب في الإعلام وما يقال في الإعلام بنأكد على شيء مهم جدا. هيبة النادي الأهلي عندما يتخذ القرار يتخذ القرار وهو في مركز قوي، بمعنى أنك تتخذ هذه القرارات وتتكلم على مسابقة الدوري العام وتريد إنهاء المسابقة وتتخذ قرارات قانونية في هذا الشأن وأنت في المركز الأول وأنت متصدر الدوري وأنت تقترب بنسبة تقترب من حوالي 95 أو 99% للفوز بالدوري العام. في بعض الأحيان عندما تتخذ قرارات بشأن هذه المسابقة يقال في وقتها أن هناك بالتأكيد سعي للبقاء في الدوري العام وسعي للحصول على أفضل مصلحة، لكن هيبة النادي الأهلي وقوة القرار اللي بيتخذه النادي الأهلي في هذه اللحظة واللي الإعلام رصده خلال الفترة الأخيرة أن القرار يتخذ وإنت في مصدر قوي وإنت في المركز الأول بالنسبة لمسابقة الدوري العام.